بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اخواني اخواتي فلزات واكبادي. يبدو ان احنا ظلمنا جيمس تشامبرز، صديقي يبدو ان احنا ظلمنا المستشهر الجديد للافريقي. وبصراحه لما تقعد تدور على كل اللي بيحصل ده، لا الموضوع ملوش اي علاقه بعلامه تجاريه بتتحط على الشيرت الافريقي، الموضوع له علاقه بمستثمر في فريق الافريقي. واضح ان انت بتتكلم على مستثمر ليه ادوار كتير في فريق الافريقي، بس انا بالنسبه لك كجمهور انا ماليش دعوه، انا عايز حد يرفع عليا رفع القيد والانتدابات. موضوع رفع القيد ده كان عامل مشكله كبيره جدا بالنسبه للافريقي، وهو اللعيبه اللي كان لها فلوس عند النادي واللي راح اشتكت النادي في الفيفا. فجيمس تشامبرز امبارح اعلن للناس كلها ان خلاص يا اولاد، كابتن امريكا دفع كل الغرامات اللي كانت على الافريقي. ايه يا اسطى ده؟ ايه يا اسطى الجمدان اللي انت فيه ده؟ يا اسطى انت طالع لنا من افلام سوبر هيرو صح؟ انت سوبر مان صح يا كابتن؟ انت سوبر مان بتاع الافريقي، انت اللي رفعت علينا الانتدابات وانت اللي دفعت لنا فلوس الماركاتو. بس مش عارف اقول لك ايه والله يا ابو جيمس والله، بس بجد والله اتمنى اكتر حاجه السنه دي ان الافريقي ياخد بطوله. ليه؟ الافريقي محتاج ياخد بطوله علشان خاطر الناس تحس ان في حاجه فعلا مبشره في مشروع الافريقي، لان الفلوس الكتير اللي بتدفع دي محتاجه بطوله. الراجل محب مستثمر بيدور على فريق يستثمر فيه، علشان برضه فريق الافريقي فريق كبير، يعني الافريقي لما ينجح هيجيب فلوس كتير، يعني الافريقي لما ينجح هيجيب فلوس كتير وهيقدر ان هو يجيب مستشارين، الناس اللي هتعمل اعلانات. فجيمس تشامبرز برضه مش راجل عبيط بيرمي فلوسه في التراب، لا هو عارف كويس قوي ان المشروع ده لو نجح هيرد له اضعاف الفلوس اللي دفعها. ده حقيقه حقيقه صديقي العزيز. اصل في ناس قالت نفس الكلام اللي انا كنت بقوله برضه، قال لك هو الراجل كان بيعمل ايه في المعسكر بتاع الفريق والراجل كان بيعمل ايه في الماتشات الوديه. صديقي العزيز احنا هنا بنتكلم على مستثمر في الفريق، بنتكلم على واحد جاي شاكب راكب في اي حاجه. بص احنا مزنوقين في فلوس يا عم جيمس، خد. مزنوقين في صفقات، خد. مزنوقين في رفع انتدابات، خد يا باشا، بس هنتحاسب في الاخر، واتمنى ان الحساب في الاخر يكون منصف للافريقي وجماهيره. جمهور الافريقي يقول لك انا ماليش دعوه بكل الحاجات دي، ماليش دعوه بكل الحاجات، انا عايز بطوله السنه الجايه. وبصراحه صديقي انت عندك حق، احنا لازم ناخد بطوله. انت لو عايز تتكلم ككوره، الافريقي محتاج ياخد بطوله، الافريقي محتاج ياخد بطوله علشان يرد على كل الانتقادات، وعلشان مشروعه محتاج فعلا انه ياخد بطوله. انت بتتكلم على فلوس اترفع، فلوس اتدفعت وترفع عنك لمنع الانتدابات وحظر الانتدابات، جميل. مفيش لاعب بقى ليه جنيه عند الافريقي او بقى ليه دينار عند الافريقي، جميل جميل جدا يا صديقي العزيز. الصفقات اللي انت عايزها بتجيبها، جايب مدرب كان موجود في ريال مدريد، جايب مدرب يمسك الشباب كان موجود في منتخب فرنسا، فانت بتتكلم على بوادر مشروع رائعه وبدايات رائعه. نتمنى ان النهايات تكون زي البدايات، ندعي بس ونقول يا رب كده يا صديقي النهايات تكون زي البدايات، لان بجد مشروع الافريقي محتاج بطوله، محتاج بطوله، بطوله تفرق كتير جدا مع مشروع الافريقي وتفرق كتير جدا مع كل اللي بيحصل في الافريقي. فانا اقول يا رب يا صديقي العزيز. اما جيمس تشامبرز فبالتوفيق للافريقي والمستثمر بتاعه في المشروع بتاعه، لان الراجل بيعمل اللي عليه وزياده كمستثمر. كل الفلوس اللي انت عايزها بدفعها لك. عايز فلوس رفع القيد، خد يا باشا. عايز فلوس صفقات، خد. عايز مدير فني اجنبي، خد. انا اتمنى ان الافريقي الدنيا تظبط بالنسبه له السنه الجايه. عايز لعيبه، اتفضل. فيا رب خير بالنسبه للافريقي السنه الجايه. واضح ان احنا ظلمنا تشامبرز، لا واحنا ما ظلمناش الراجل، هو اتقال ان الراجل جاي مستشهر، بس الواضح ان الراجل جاي مستثمر وبشكل كبير جدا.